أن تقود للمرة الأولى وتسعى للحصول على سيارة مستعملة وبحالة جيدة قد تسمح لك بالتأقلم مع القيادة وكيفية اجتياز كافة أنواع العوائق والصعوبات من ركن السيارة إلى التجاوز والتوقف عند إشارات المرور واجتياز الدوار وغيره. إليك أبرز الاقتراحات لشراء سيارة مستخدمة قد لا يتجاوز سعرها 1500 دولار أمريكي. فولفو V40 هي مركبة مدمجة رائعة يمكنها التعامل بسهولة مع الحياة الأسرية، وقد أثبتت أنه بالإمكان الاعتماد عليها في الخدمة، كما أن سعرها يعتبر زهيدا نوعا ما. قد تعاني هذه السيارة من سهولة في اهتراء نظام التعليق، ولكنها عموما سيارة موثوقة للغاية. خيارك قد يقع على فولفو V41.8S الجميلة موديل عام 2003، فهي سيارة تستحق الاقتناء. أوبل فوكسول كورسا. الأسباب الأساسية وراء شراء أي شخص لطراز كورسا هي أنها سيارة ذكية وصغيرة وعملية وسهلة التشغيل وتباع بأسعار معقولة. حصلت فوكسول كورسا على محركات صغيرة ممتازة جدا تعمل بالبنزين وتجمع بذكاء بين الأداء والاقتصاد. تويوتا ياريس. السيارة التي تجذب كل من يسعى للتوفير أو لادخار المال، فطراز تويوتا ياريس يتميز بالكفاءة في اقتصاد استهلاك الوقود مع محرك سعة لتر واحد يصرف ما لا يزيد عن 50 ملا في الكالون الواحد. سيارة موثوقة يمكنك الاعتماد عليها تماما في حال الاهتمام بها بشكل دائم، إذ لن تضعك في أي مشكلة بتاتا. يمكنك اختيار تويوتا ياريس CDX 1.0 موديل عام 2003 للحصول على أفضل سعر. سوزوكي جراند فيتارا. سيارة مناسبة جدا للطرق الوعرة، حصلت على قوة دفع كبيرة بالنسبة لحجمها الصغير مع قدرة جيدة على التعامل مع الأماكن الموحلة والزلقة، فباتت ممتعة للقيادة وذات قيمة جيدة. هي موثوقة جدا وتحتاج إلى بعض الاهتمام للحفاظ على نظام التعليق والفرامل والهيكل من الاهتراء. اختيارنا يقع على سوزوكي جراند فيتارا SE3DR 1.6 من العام 2002.